يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إذا سمع أحدا يكثر من الحلف بالله يقول له لا تقطعون ربي كذا، تقطعون إيه، ويريد بذلك لا تكثرون من الحلف بالله. لماذا لا يقول لا تكثر من الحلف بالله؟ إن هذا لا يجوز، يترك كلمة لا تقطع وما أشبه ذلك. نعم.